يقول: الظلم ثلاثة أنواع، منها ظلم العباد. يقول: إذا ظلمت رجلا مشركا، ما يجوز ظلم المشرك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز ظلم الناس، لا المشركين ولا غير المشركين. نعم.